السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة ماريسا سارة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حلوى بدون فرن. هي حلوى ملكية غنية راقية بمذاق لا يقاوم، وتتميز بمزيج من النكهات المختلفة. بنفس العجينة غادي نشكل ثلاثة تشكيلات مختلفة اللي غادي نوظف فيهم قوالب مختلفة، من بينها قوالب المعمول. كنتمنى أنكم تتابعوا الفيديو حتى الآخر باش تعرفوا على الوصفة، ونتمنى أنكم تجربوها لأنها فعلا جد رائعة. وما تنساوش تعملوا لايك، واللي أول مرة كيتابع القناة ديالي ما ينساش يعمل اشتراك باش يتوصل لأي جديد، وشكرا لكم. وبلا ما نطول عليكم ندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج كأس ديال الجوز، مرحي مطحون، كاس ديال اللوز محمر ومطحون، نصف كاس ديال جوز الهند اللي طحنته، علبة ديال حلوة الترك، علبة ديال البسكوي اللي غادي طبعا نطحنها، ميتين وخمسين غرام ديال الزبدة، وغادي نحتاج كذلك العسل. أنا هنا عندي العسل الحرة. غادي نبدأ بالبسكوي نطحنو. بالنسبة للبسكوي أي بسكوي عندكم متوفر. أنا هنا وضعت البسكوي بعد ما طحنته. غادي نضيف ليه حلوة الترك. أنا هنا خديتها بالبيستاش، طبعا تقدروا تاخدوها ناتشور طبيعية. اللوز المطحون اللي تحمرته طبعا وطحنته، الجوز اللي طحنته كذلك، جوز الهند مطحون، غادي نحاول نحركه مزيان. نحركه مزيان باليد باش يتجانسوا مع بعضياتهم. بعد ما ذوبت الزبده، انا الزبده هنا اللي كنستعملها ماشي مارغرين، كنستعمل زبده كتكون قليله الدسم كناخذها.
غادي نجمعها مزيان. لان البسكوي حلو، حلوه التورك حتى هي حلوه، دونك غادي نزيد لها واحد المعلقه هكذا ديال العسل. غادي نحاول نبسط هاد العجينه ديالي بالدلك. طبعا العرض خصو يكون تقريبا واحد سنتيمتر ونص. وكنحاول نستعمل الطابع اي طابع طبعا عندكم. تقدروا طبعا تشكلوا الحليوات ديالكم بأي مرشم عندكم. وتنوعوهم. هادو غادي ندهنهم بالكونفيتور ونرش عليهم شويه بيستاش. هادو غادي ندير فيهم شويه كونفيتور من هنايا ونواة كوكو، وهادو سكر كلاصي. بيستاش مدقوق، نواة كوكو، والكونفيتور.
هاد الحلوة طبعا من الإبداع ديالي. إلى عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي تعليق وتعطوني الرأي ديالكم فيها. كما قلت لكم هادو غادي ندير فيهم السكر كلاصي هكذا. نتمنى ان هاد الحلوى تكون نالت الاعجاب ديالكم، فهي حلوى صراحه راقيه غنيه تستحق التجربه. وتبقاو على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وسلام.